متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نحن الآن نتواجد بمركز تعليم اللغة الروسية بمدينة الدار البيضاء. عادة يعني المغاربة يقبلون على تعليم أو تعلم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى الصينية، ولكن قليل ما نسمع بأن هناك طلبة شغوفون بتعليم اللغة الروسية. جئنا إلى هذا المركز من أجل يعني طرح مجموعة الأسئلة على السيدة نائلة شرف الدين أوفا من أجل تقريبنا أكثر حول هذا المركز. السيدة نائلة مرحبا بك. متى أحدث مركز تعليم اللغة الروسية بمدينة الدار البيضاء؟ مركز ديال تعليم اللغة الروسية افتتحنا من هنا مدة عامين، والحمد لله ناجح، وكيجيو عندنا الطلاب المغاربة اللي بغاو يتعلموا اللغة الروسية. ما هي مدة الدراسة بالنسبة للطلبة أو الذين يقبلون على تعليم اللغة الروسية في هذا المركز؟ المدة الدراسة هي 6 شهور. في هذاك 6 شهور كيدوزوا البروميير ايتاب ديال القرايه ديال اللغه الروسيه، من بعد يزابو كيقدروا يدوزوا في دوزيام ايتاب ديال 6 شهور. يعني مدة عام. هل الدبلوم يخول الطلبه او الذين يقبلون على تعليم اللغه الروسيه باش يقراو في الكليات في دوله روسيا؟ فبيان سور كياخذوا واحد الشهاده، بهذيك الشهاده كيقدروا كتقراو في كليه في روسيا. كم تبلغ التكلفه من اجل يعني الانسان يقرا في هذا المركز تاع تعليم اللغه الروسيه؟ فلوس صراحه في هذيك العام نقصنا بزاف، حاولنا نديروا تفاصيل التسهيلات على حساب داك الوقت ديال كورونا فيروس، وبهذاك الشيء دونك حاولنا نديروا لهم لي فاسيليتي. ولكن حنا بغينا الفلوس شحال؟ واش كنبدا ابارتير دو 2500 درهم. شكون هي الفئه اللي اكثر اقبال على تعليم اللغه الروسيه؟ واش الطلبه، واش النساء، واش الرجال؟ يعني كتجيو شباب، كنقولوا الشباب هو التلاميذ اللي في دغنيغ اني ديال لو باك، وهما كيقراو بان كتشوفوا في المستقبل ديالهم اللي بغاو يمشيو يتعلموا كتقراو في روسيا. على هذاك الشيء كتجيو كتقراو اللغه الروسيه باش يلقاو السهوله باش يقدروا يدخلوا في قرايه تما في روسيا بسهوله. من خلال التجربه ديالك، واش المغاربه عندهم واحد الاقبال وعندهم واحد الاستعداد، واش يستوعبوا اصلا اللغه الروسيه؟ وتبارك الله، مغاربه صراحه قدروا كتشدوا اللغه الروسيه بالزربه، والحمد لله زعما الدراري كلهم مجتهدين كيقراو لغه. انا صراحه انت بروفيسور ديالنا اللي بوكو دي اكسبيريونس في هذيك المهنه، وكتعاون لهم دونك. حنا كنقدر نقولوا في تقريبا في بروميير موا، في الشهر الاول كيشدوا ديجا، كيبداو كيكتبوا، كيبداو كيقراو بشويه بشويه. الطلاب اللي تيقراو عندكم هنا في المركز تاع تعليم اللغه الروسيه وتيمشيو لروسيا، اشني اهم الاختصاصات اللي تيديروا؟ بزاف الطلاب اللي كيقراو تما لا ميديسين بيان سور، هي الطب دونتير والشيروجيان والدكتور ديال الجراحه، والمهندسين والارشيتكتور، هذيك المهنات اللي كتسولوا عليهم بزاف. واش عندكم شي احصائيات حول عدد الطلبه اللي المغاربه اللي تيقراو في روسيا؟ صراحه لي ديرنيغ داك ال 5 سنوات الاخرين كيمشيو بزاف الطلبه ديال الطلبه المغاربه في روسيا، تقريبا اكثر من 3000. من 3000 هر مالوغوزمون هذيك الاخر عام مال الكورونا فيروس وقع بان بزاف الطلبه كانوا باغين يسجلوا، ولكن ما كانش امكانيه ديال التسجيل بان تاخروا على التسجيل، ما كانوا ديجا لي ما لقاوش كيفاش يديروا هذه بطريقه اوفيسيال. عدد 3000 تيبان لي انه عدد كبير، وهذا هو السؤال ديالي، واش اش الاشياء اللي تتغري الطلبه المغاربه باش ينتقلوا لمتابعه الدراسه ديالهم في روسيا؟ ولا تبارك الله كيعرفوا بان اولا بان قرايه في روسيا مزيانه والدبلوم مقبول في المغرب وفي بلدان اوروبا، وكتعطيهم واحد
فرصة كتعرفوا الثقافة الروسية والنظام الروسي وهذاك الشيء كيعجبو بزاف. ومن بعد فاش كترجعوا للمغرب بيان بان كدوزوا تقريبا نقولوا فاسيلمون لومولوغاسيون بان ضروري كان واحد لي ستاب لي خصو دوزوا الناس اللي جاوا مع الدبلوم خصو دوزوا هومولوغاسيون في وزارة ديال التعليم في المغرب دونك والحمد لله ما لقاو حتى شي ديفيكولتي. هذاك الشيء فاش كتسهلوا لهم وكتديروا ديما كتختاروا روسيا على حساب شي بلدان الاخرين. ولكن بعض الشباب تيوجدوا يعني مشكل كبير خاصه اللي قراو كملوا الدراسه ديالهم في روسيا في الاندباش في سوق الشغل على المستوى الوطني داخل المغرب. لا هذا المشكل ما بقاش. هذاك المشكل كان سورتو مع باسكو روسيا بارفو كاين الناس كيفكروا في بيلاروسيا والاوكرانيا وماشي حاجه دونك باك كتفكروا بان هذاك الاتحاد السوفيتي. ولكن دابا في روسيا الحمد لله ما بقاش المشاكل بيان سور ما كانش مشاكل اذا انسان مشى وقرا تما في لونيفرسيتي ديال ليتا سيتادير لونيفرسيتي ديال الدوله. هذا ما كندويش على بريفي بيان سور اذا كان شي دبلوم ديال شي لونيفرسيتي بريفي هذا كتكون مشكل. هل مركز تعليم اللغه يعني اللي بحال اللي تتشرفوا عليه الان سبوا في الاداره ديالو واش يكون وسيله من اجل تقريب وتوطيد العلاقه ما بين الدوله المغربيه والدوله الروسيه؟ بيان سور هذا الشيء كتعاون الشباب سورتو كيقولوا الشباب المغربي كيشوفوا الثقافه وكيشوفوا كيشوفوا الصوره الروسية وكيقربوا لهم. وكان حنا هنا في المركز ديالنا كنحاولوا تفرجوا لي فيلم كنحاولوا نوري لهم لي تراديسيون اللي كاينين في روسيا التقاليد وكل شيء ماشي غير اللغه. بان باش تعلم اللغه خاصك تعرف النظام وخاصك تعرف الثقافه وخاصك تعرف الصوره ديال الدوله. متتبعي قناة أنفاس بريس شكرا لكم وتنتمنى أنكم استمتعتوا وتعرفتوا أكثر على هذا المركز تاع تعليم اللغة الروسية. شكرا جزيلا.